تواصل أشواطنا وتتوالى ينطلق الشوط السابع عشر في أشواط صباحي هذا اليوم بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع خاصة الشوط بالأبكار الفطامين. نسير مباشرة إلى المركز الأول. ما شاء الله هذه الزعامة، الزعامة تسيطر على مقدمة الشوط. محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري وتنفرد وتبدأ بير الشوط من بداية، بينما المركز الثاني حشيمة تعود ملكيتها لحسن بن عبد الله بن غليط على المركز الثاني والمركز الثالث. هذه هملولة مطر بن عيد بالكوس تأتي في المركز الثالث والمركز الرابع. هذه عجائب لسعيد بن خليفة بن رشيد، يا سلام هذه الأسماء المتقدمة، هذه التحديات الجميلة، يا سلام هذه الانطلاقات. عوده الى المركز الاول، عوده الى الانطلاق الاول، وهذه الزعام، الزعامة تسيطر على مقدمة الشوط. محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري يقود هذا المسار، يتقدم بالمركز الاول، بينما في المركز الثاني هذه عجيبة ولا عجايب، عجايب سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي تتقدم عجايب على المركز الثاني والمركز الثالث. تحركت وصلت سمرقند، سمرقند سالم بن سعيد بن كاسب المسافري والمركز الرابع. هذه شرارة لمطر بن سعيد الزعبي الذي ياتي في الزعابي، الزعابي عوده الى المركز الاول، عوده الى الانطلاق الاول، وهذه زعامه، زعامه محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. سلام يا هالي المرموم، سلام في هذه الانطلاقات مع الزعامه اللي تنطلق بالمركز الاول وتتصدر زعامه هذا الشوط من بدايته مع هذا الانطلاق بدون اي توامر. تهانينا محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري على هذا الفوز، بينما المركز الثاني سمرقند سالم بن سعيد بن كاسب المسافري والمركز الثالث. هذه عجائب لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي والمركز الرابع. هذه اللي هي شرارة لمطر بن سعيد الزعابي اللي وصلت في المركز الرابع. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة. نعود إلى التوقيت الزمني 2:15 ثانية. تهانينا والناموس.